سائل يسأل يقول: هل يعد لبس الزوجي حذاء زوجته أو لبس الزوجة حذاء زوجها في البيت من باب التشبه بالنساء؟ إذا كان هذا الأمر على الاضطراد فهو من التشبه، يعني لا يجد الرجل راحة إلا في لبس حذاء المرأة، والمرأة لا تجد راحة إلا في لبس حذاء الرجل، فهذا من التشبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أما إذا كان هذا جاء محض القدر، يعني أراد أن يدخل من أجل أن يتوضأ أو يستحم أو يغتسل فلم يجد إلا حذاء زوجته، فهذا لا يقام له حكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الرجل لبسة المرأة وأن تلبس المرأة لبسة الرجل. وهنا يلبس على سبيل الاستمرار، لأن الفعل المضارع يفيد الاستمرار ويفيد التغير، فيلبس الرجل لبسة المرأة أي من شأنه أنه يداوم على ذلك ويستمر. أما إذا جاء ذلك عرضا ولم يكن مقصودا فليس هذا فيه شأن.